حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب ويسمعنا الايه ويطول في الركعه الاولى ما لا يطول في الركعه الثانيه وهكذا في العصر وهكذا في الصبح